تعليم الصبيان التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي المتوفى سنة 620 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعليمهم القرآن حتى يصير مسلما كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا على طريقة الإيمان، ورتبته على طريقة سؤال وجواب. إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. وما معنى الرب؟ فقل: المالك المعبود. ومعنى الله: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإذا قيل لك: بما تعرف ربك؟ فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما فيهما. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إلى قوله: تبارك الله رب العالمين. فإن قيل: لأي شيء خلقك؟ فقل: لعبادته وحده لا شريك له، وطاعته بامتثال ما أمر به وترك ما ينهى عنه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والشرك أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والشرك أن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يتوكل عليه أو يرغب إليه من دون الله، وغير ذلك من أنواع العبادات. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ومنها الدعاء. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدليل على أن دعوة غير الله كفر، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادات، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي السنن عن أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. وأول ما فرض الله على عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما عبد من دون الله، أو الشيطان والكهانة ومنجم ومن يحكم بغير ما أنزل الله، وكل متبوع مطاع على غير الحق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإن قيل لك: ما دينك؟ فقل: دين الإسلام. ومعنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، وموالاة المسلمين ومعاداة المشركين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال:
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والدليل على الصلاة والزكاة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبدأ في هذه الآية بالتوحيد والبراءة من الشرك، فأعظم ما أمر به التوحيد، وأكبر ما نهى عنه الشرك، وأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا هو معظم الدين، وما بعده من الشرائع تابع له. والدليل على فرض الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والدليل على فرض الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وأصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ودليله ما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب الحديث: وإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، اصطفاه الله تعالى من قريش، وهم صفوة ولد إسماعيل، وبعثه إلى الأحمر والأسود، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فدعا الناس إلى إخلاص العبادة لله، وترك ما كانوا يعبدون من دون الله، من الأصنام والأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم، فدعا الناس إلى ترك الشرك، وقاتلهم على تركه، وأن يخلصوا لعبادة الله، كما قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن أصول الإيمان المنجي من الكفر الإيمان بالبعث والنشر والجزاء والحساب، والجنة والنار حق. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية دليل على أن من جحد البعث كفر كفرا يوجب الخلود في النار، أعاذنا الله من الكفر وأعمال الكفر.
فضمت هذه الآيات بيان ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة لله والنهي عن عبادة غير الله وقصر العبادة على الله، وهذا دينه الذي دعا الناس إليه وجاهدهم عليه، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، والفتنة الشرك. وقد بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فدعا الناس إلى الإخلاص وترك عبادة ما سوى الله نحوا من 10 سنين، ثم عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات 5 من غير واسطة بينه وبين الله تعالى في ذلك، ثم أمر بعد ذلك بالهجرة فهاجروا إلى المدينة، وأمر بالجهاد فجاهد في الله حق جهاده نحوا من 10 سنين حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فلما تمت 63 سنة وأكمل الله تعالى الدين وبلغ البلاغ من إخبار الله تعالى له ما عنده وبقبضه صلوات الله عليه وسلامه، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وأفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، ورضي الله عنهم أجمعين. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعيسى صلى الله عليه وسلم ينزل من السماء ويقتل الدجال، والحمد لله رب العالمين. تمت على ما تقدم. محمد رسول الله.